سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح إلى دولة الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى من أجل المشاركة في القمة العالمية للحكومات. سيادته عقد امبارح لقاء مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تم خلاله التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية واللي بتعكس التنسيق المستمر والمتواصل ما بين البلدين. كمان تم تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، تنمية التعاون في مختلف المجالات ما بين دولتي مصر والإمارات. خلونا نتعرف على أهمية هذه القمة. ما هي القمة العالمية للحكومات؟ لماذا يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ خلونا نرحب بالدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن العربي في مركز دراسات الأهرام. أهلا بك دكتور، منورنا في استوديو صباح الخير مصر. أهلا بك جمانة، أهلا بك مصطفى. أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا يعني دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. وخليني في البداية أسأل حضرتك ونعرف السادة المشاهدين على هذه القمة. هذه القمة هي قمة هامة، القمة العالمية للحكومات، بدأت أول نسخة ليها عام 2013، ومصر النهاردة ضيف الشرف لهذه القمة. ماذا تعني هذه القمة؟ ما أهمية هذه القمة؟ وما أهمية أن تكون مصر ضيف شرف لهذه القمة؟ يعني أولا القمة العالمية للحكومات يعني بتعقد بشكل منتظم منذ عام 2013 في إمارة دبي، وهذه النسخة التاسعة. هذا القمة تمثل أهمية كبيرة لأنه أكبر تجمع للحكومات في العالم، يعني شارك فيها تقريبا معظم الحكومات في العالم. وهذا النسخة العام، هذا العام تحديدا هناك أكثر من 20 رئيس دولة، تقدم الرئيس السيسي بالطبع، هناك 250 وزيرا من دول العالم مختلفة، هناك 10,000 من رجال أعمال من كبريات الشركات العالمية، هناك أكثر من 80 منظمة دولية مشاركة، ومنظمات المهمة عالميا سواء اقتصادية أو سياسية، مثلا منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منتدى ديفوس ورئيسه كلاوس سياق الكلمة، هناك كبريات الشركات العالمية، شركة سيمنز العالمية. يعني هو تجمع تقريبا يمثل أحد التجمعات الاقتصادية الكبرى، وليس فقط تجمع اقتصادي بحت، ولكن تجمع مرتبط ب له خصوصية، فكرة التكنولوجيا الذكية، مخاطبة المستقبل. هذا التجمع الذي يعني هنا نذكر طبعا دور للإمارات المهم في تقديم نموذج مهم صحيح. في الحوكمة والحكومة الذكية، ونسمع مصطلحات الحكومات الذكية، الأولويات، الحكم الرشيد، كلها تعكس أن العالم الآن بيتجه إلى الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المواكبة. يعني دور الحكومة دائما ببساطة وحتى يعني المشاهد هو تقديم الخدمات، وهذه التجمع وهذه القمة هي تساهم في تطوير الأداء الحكومي، في كيف يمكن للحكومة أن تقدم خدمات ذكية للمواطن كافة المستويات، سواء في الرعاية الصحية، في التعليم، الخدمات في المرورية، في كل الخدمات، بحيث تيسر تقديم الخدمة وتكون أكثر يسرا وأكثر وأقل تكلفة وأكثر سرعة. طب ماذا يعني أن تكون مصر ضيف شرف لهذه القمة؟ يعني تشارك مصر في هذه القمة من بدايتها، ولكن أن تكون ضيف شرف القمة العالمية للحكومات بالتأكيد له معنى وله دلالة وأيضا له نتائج ننتظرها على المستوى القريب. صحيح مصطفى، مشاركة الرئيس السيسي هذا العام هي بتعكس عدة دلالات. الدلالة الأولى هي مكانة مصر، يعني مصر كدولة لديها تجربة واعدة في مجال الحوكمة، في مجال الحكومة الذكية، في مجال التوسع، هي تجربة مهمة جدا، يعني في فكرة التوسع في مدن الجيل الرابع، العاصمة الإدارية وهذه المدن الكاملة، التوسع في الرقمنة والتوسع في الخدمات الذكية، يعني نلاحظ الآن في كل الخدمات. بمعنى آخر أن مصر الآن تقدم نموذج، أصبح نموذج مهم في دول في منطقة الشرق الأوسط، وهذا النموذج يمثل أيضا إلهام للنماذج الأخرى، ويشكل أن هناك تقدير دولي حقيقة للتجربة المصرية في هذا الأمر. الدلالة الثانية بتعكس أيضا قوة الاقتصاد المصري، لأن يعني في ظل التحديات العالمية، وده أهمية توقيت هذه القمة ومشاركة الرئيس السيسي، أنها تأتي في سياق تحديات وأزمات عالمية بعد جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، يعني هناك تحديات تواجه العالم، والعالم يبحث الآن في كيف يمكن مواجهة هذه التحديات، ابتكار حلول ذكية، وبالتالي هنا مصر كضيف شرف هي بتعكس أيضا قوة الاقتصاد المصري، قوة التجربة المصرية، لأن مصر من الدول والاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو كبيرة رغم هذه التحديات. واستمرت هذا بشهاده المؤسسات الدوليه، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ايضا هي من الاقتصاد الواعده التي يعني دائما محل اشاده من المؤسسات الدوليه، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي اختيار مصر بتعكس قوه الاقتصاد المصري، بتعكس تميز التجربه المصريه في هذا المجال. ثم الدلاله الثالثه او الاهميه الثالثه هو ان هذا ملتقى المهم يعرض فيه الرئيس السيسي وهنا التجربة المصرية لهذا ما أنجزته الحكومة المصرية والدولة المصرية في هذا المجال، وهو مجال مهم.
ونقطة مهمة أيضا فكرة دائما العائد، العائد من هذه المشاركة في هذه القمم دائما العائد على الاقتصاد المصري وعلى التنمية في مصر، وبالطبع على المواطن المصري، لأن وجود الرئيس السيسي وهذا الوفد المهم المصري في هذه القمة دائما هو يمثل فرصة لتبادل الخبرات، لتبادل التجارب والنماذج، يمثل فرصة لعرض الفرص الواعدة في مصر. مصر الآن لديها فرص واعدة اقتصادية، محور التنمية في قناة السويس، في كل المشروعات القومية العملاقة. العالم الآن بيبحث عن ما يسمى التعافي الاقتصادي، والتعافي الاقتصادي في ظل عالم به صراعات وحروب واستقطابات وتداعيات وأزمات في الطاقة والغذاء، الكل يبحث عن الاقتصادات الواعدة التي يبني معها شراكات لتحقيق هذا التنمية وهذا النمو. الاقتصاد المصري هو من الاقتصادات المرشحة لتحقيق هذا الأمر، وبالتالي هذه فرصة لجذب الاستثمارات، لفتح أسواق، لتبادل الخبرات مع الشركات. يعني حجم التمثيل العالمي الاقتصادي والدولي بيعطي فرصة مهمة وبيعطي ثقة لمصر دائما. صحيح. في هذا المجال.